دلوقتي انا جاي اسال بس سؤال واحد وامشي على طول. النهارده في سؤال استفسر، هل في محامي خد عيال اخته واولاده وبنت خالته وبنت عمته وبنت سلفته وراحوا اترافعوا معاه في المحكمه؟ هل ده حصل؟ هل سمعنا على الحكايه دي قبل كده؟ احنا النهارده هنتكلم بقى على التمثيل. التمثيل بقى مشاع، كل اللي يلاقي بنت خالته وبنت عمته وابن خالته وابن سلفته دمه خفيف شويه قال نكته ياخده معاه يمثل، فبقت مشاع. كل حد بيلاقي في قريبه انه مش لاقي شغلانه بيشغله ممثل. انا شخصيا لقيت في عيال قرايبي كده من العيله عيال دمها خفيف وبيهزروا مع بعض هزار لطيف كده، قلت العيال دي اخدهم معاك مثلا، قالوا له نبي خدهم معاك يطلعوا في التلفزيون، خد العيل ده يطلع معاك، خد الواد ده اصله عامل لنا شقاوه، خده عشان يخف عننا شويه بيصدع عند العصر، خده معاك يمثل، اخد العيال. المهم الواد الوحيد اللي نفع فيهم للاسف كان اخرس ونفع. تعالوا نتفرج، تعالوا نبص بقى نشوف اخواننا الجمال دول عاملين لنا ايه وبيكلمونا في الموضوع ده ازاي. كل سنه وانتم طيبين ويمكن كلنا نمثل. باي باي. زي ما فهمتك كده يا استاذنا بالصلاه على النبي، انا ربنا كرمني وفتح عليا يعني برشين من الاكسسوارات وقطع الغيار، فقلت انسب مجال اخش فيه هو مجال السيما الصلاة على النبي بتجيب ملايين، فقلت برضك استثمر القرشين دول بما انك انضفه مخرج في العيال قرايبي دول والواد زكريا يا ابني الكبير. الصلاة على النبي انا استوسمت فيه الموهبه، عايزك تطلع لنا الولد والعيال فانضفها صوره. اهم حاجه الميزانيه اللي اتفقنا عليها ما تقلش ولا مليم. لا جوالين فلوس تحت امرك. جوالين فلوس؟ طب نشوف الناس اللي عندنا بقى. اول واحد الله. ازيك يا عمو؟ ازيك يا ده عوض؟ عامل ايه؟ عليات. الواد عوض ده ابن اختي. محضر حاجة يا عوض؟ محضر حاجة رومانسية كده يا استاذ. انت محضر حاجة رومانسية؟ ايوه يا استاذ. طب يا ريت نشوفها. تحت امرك. ده الواد مغرق نفسه رومانسية. يلا يلا. يا سيدة الكونتيسة. لا تتركيني هكذا. اني احترق. أداءك هايل وبسيط. أصلي هأفور ليه؟ إيش يالا؟ اللي بعده. مساء الخير. خوخة. إزيك يا عمو؟ بنت خوخة. الحمد لله. خوخة بنت أخويا. محضرة حاجة يا خوخة؟ أيوة طبعًا يا أستاذ، بس ممكن أستعين بحضرتك؟ أوي أوي. أحد أنت يا أما. أما. أنت زوزو المضية القفطة الكبيرة. ما تروحيش. أنا اللي أرقص. الناس. الحلوين المتربيين. اللي ما بيدسوش على حد، ما بيجرحوش حد، وطبالي يا اما. بس بس يا بنت هترقصي هنا ولا ايه؟ اقعدي مكانك. اللي بعده. ازيك يا انكل؟ ازيك يا سيد؟ عامل ايه؟ عامل يلا. الواد سيد ده ابن عمة ابويا. ازيك يا زكريا؟ وحياة ربنا وحشتي. الله، مش قول اللي انت خرجت من المصحة عشان نيجي مصحة؟ مصحة ايه يا ابو السيد؟ ده كلام برضك يتقال قدام الراجل؟ انت جايب نخرج لواحد خارج من المصحة؟ ايه يا استاذ، ده الواد بس كان عنده شوية مشاكل داخلية وراحت لحالها خلاص. الواد بقى زي الفل. وقالي الاستاذ يا زيكو انك بقت زي الفل. يا زيكو مش فاكر ولا ايه؟ زكريا. ايه يا زكريا؟ ايه هاتي جبارة كانورسي. ايه نهي. ادي اجوبي ادي اجوبي ادي اجوبي. ها 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 هي هي هي. صلى على النبي. صلى على النبي. ها ها ها. حلوه صحيح. لسه بقى لما توظفوا في الدور اللي اديتهولك. الحق يا انكل الحق زكريا. الحق خلاص يا حلو 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 خلاص. حلو غير ابو الزياح. حلو كمان مصحه هندي. محضر حاجه يا ابني؟ انا بحب الاستاذ عباس ابو الحسن جدا جدا، عشان كده اعمل له حاجه هو والاستاذ مصطفى شعبان مع بعض. هو ايه بقى تقول ايه؟ لا اذا كان كده نشوف. لا تشوف. وريهم ابو السيد. وريهم يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ مريم يا لو من خاتم جميل.
يا اخي قالوا كي تعتقدين انك ستصبحين من اعظم الناس مثل اهل الجنه. الجنه يمكن تحقيقها على الارض والجحيم ايضا. السلام يا وسيم. ايه ده الحلاوه دي؟ ربنا يخليك. انا ده اخر حلاوه. اجابتك. رفعت راسي. طيب احنا تلاميذك. طب انا رفعت راسي يا ليك يا رب. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. اه ازيك احسن يا شيكو. ويا زكريا يا حبيب الجامعه. تعالى بابا. ده تمثيل ازيكم على الدرجه دي عجبك تمثيلي معلش. زكريا. زكريا. ايه يا زيكو دراعك اتكسر؟ انت مرت يا مين يا ابني بس بقى. اللي بعده. مساء الخير يا انكل. ده كمان انت مش ماشيه. مش ماشيه دي بنت خاله عمي ابويا. محضره حاجه؟ ايوه بس وانا راجعه المشهد. اتفضلي. البنت دي خد بالك دارسه ولذيذه وهتعجبك بس انت راعيها. اه ان شاء الله. بص. ايه؟ هنا هيكون باب الشقه. وهنا باب اوضه النوم. قدامه بقى في باب تاني. الباب ده احمد جوزي وانا اسمي بسنت. احمد هيكون ماسك مسدس عشان فاكرني بخونه مع هيثم خطيب الاولاني. بس انا مش بخونه والله العظيم. انا بخونه. ايه ده؟ والله العظيم انا بخونه. صدقك انا. يا بنت والله العظيم مصدقك. كملي. المفروض هدخل من باب الشقه هلاقيه رافع حاجبه الشمال وبيقول لي انت كنت فين يا بسنت؟ هقول له ان انا كنت عند دكتور السنين. بس هو مش هيصدقني. بس والله العظيم انا كنت عند دكتور السنين. لا لا قوة الا بالله. يا بنتي صدقك. والله العظيم والله العظيم مصدقك. المهم هو يصدقك. وبعدين يضربني بالمسدس. تحب حضرتك تشوف المشهد؟ يا ريت. اوكي. ايه ده؟ مش يا زيكو. مش كنت فوق. حلوة يا زيكو. ايه رأي حضرتك؟ حلو صح؟ ايه رأيي في ايه؟ خلاص كده؟ اعمله لك تاني؟ تاني ايه وتعمل تاني ولا تاني؟ ما تستنى. الباب هنا والباب هنا. ما عندي بقى ديكور. اهدى شوية يا استاذ. ده التمثيل ده. اهدى شوية. البنت حاولت تأليف برضه. عمي بقى سيبنا نشوف شغل بقى. سيبنا نشوف شغل. الله. انت مرتي همبتي. يا ابني بس بقى. انت مرتي ايه اللي بتقولها؟ مش فاهمة كان. مرتي تمر. بقول لك بس. ايه مرتي اللي بعده؟ خلاص يا زيكو هو فاهمك. خلاص فاهمك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا خالد؟ حسن ده جمال. عامل ايه يا وحش يا هوي؟ حسن ابن عم زيكو. محضر حاجه يا حسن؟ انا عامل مشهد دي دراما كده انا ومهران بس هيعجبك قوي. طب يا ريت نشوفه مع بعض. ان شاء الله. يلا بينا. الواد ده مدارس اجنبي وشغله نظيف هيعجبك قوي. ان شاء الله. خلها توكل. شيرد اوف سكوتلاند. اي ام ويليام والاس. حضرتك بقى ايه؟ الناس بيقولوا ويليام والاس ده ستيفن بيتول يا عم. الو. يس اي ليرند ات. هي اند كيلد مان باي 100. What are you doing without freedom? Did you fight? برضه الناس بيقولوا نو وي ران اند ليف. هو معظم الكلام اساسا عند الناس يعني. انا لا انا كمان مش مستني حاجه. اتفضل. ربنا. Yeah. Fight maybe die. Run maybe die برضه دي حاجه بتاعت ربنا. I come back here for one chance. Just one chance to tell the island they can take our life. But they never take our freedom! يلا بقى. ايه؟ مش المفروض ان حضرتك بتعمل دور حصان؟ ايوه. مش المفروض بتقعد تعمل كده في الاخر؟ وفي صهيل؟ فين الصهيل؟ هو البتاع اللي انت اديتهولي ده خلاني افقد تركيز. ايه يا اسماعيل؟ ما عملتلوش كده ليه يا اسماعيل؟ يا اخي بطلوا نفسنا بقى. بالامانه بالامانه. ايه رايك في الولا؟ ايه رايي في ايه؟ ايه رايي في المشهد كله ملاحين؟ لا 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 بلاش بقى. كلهم قالوا لي ان حضرتك ما بتدهاش على التشكيل يعني. تشكيل ايه يا ابني؟ تشكيل ايه في اللي انت عملته ده؟ اقعد مكانك.
اقعد مكانك. بس تهدى شويه وتستاهل عشان تعرف تركز لشغلك. اهدى ايه يا عم انت؟ ايه اللي انت جايبهم لي دول؟ هم دول اللي هيعملوا الفيلم. واذا كان مش عاجبك اغيرك. اتم مرتي هم بتلاته باتري التمناها. انت ما تقدرش تغيرني. وخلاص اذا كان كده بقى ناخد صوره الافيش. صورت عندي في المحل علي 1000 بركه. بركه انا بحبك لفه وسيكو فيها عشان تصور. تعالى هات السيكو. اقعد. يلا يلا سامحك. يلا اسمعيني بس.